يقول: هل يلزم الزوج عند إرادته الزواج أن يذكر أن به المرض الفلاني؟ نعم، يبين ولا يغش ويخدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، إلا إن كان هم يعرفونه، إن كان الزوجة وأوليها يعرفون هذا، لا فليس بحاجة إلى أن يقول أنا في كذا. أما إذا كانوا ما يعرفون هذا، هو يبين لهم. نعم.